الناس ان انا بدنا ساعه ما اكل نص ساعه Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الجزيرة مباشر في هذه التغطية المستمرة والتي نطل بها عليكم من أحد مراكز الإيواء هنا في ريف إدلب الشمالي. أسن وصلت الحافلات الآن التي تشاهدون الآن الحافلات التي تقل المهجرين من ريف حمص من بلدة الحولة ومن الرستن إلى مركز الإيواء في ريف إدلب الشمالي والمقدر عددهم 2800 شخص. طبعا هذه الحافلة من المفترض أن تتوجه كانت إلى ريف حلب إلى جرابلس لكن لم تدخل من هذيك من هناك أو من المنطقة التي تحدثنا عنها. عدد الحافلة باتجاه مناطق النظام وباتجاه معبر قلعة المضيق ومن ثم دخلت اليوم إلى ريف إدلب وريف حما. طبعا العدد كما ذكرنا 2800 شخص وصلوا الآن توزعوا على عدة مراكز مؤقتة منها ميزناز ومنها مدينة إدلب ومنها نحن متواجدون الآن هو مركز ساعد. طبعا الآن كما نشاهد هم متعبون جدا بعد الأناء الطويل الذين استمروا فيه على الطريق خلال أكثر من 36 ساعة. طبعا سارق الطريق رحلة شقة كانت لدى المهجرين الوافدين من ريف حمص من الرستن ومن الحولة ومن المناطق التي تم فيها تهجير القصر إلى الشمال السوري.